لك على الاسماعيلي، بس لازم نبدا من حيث انتهى اليوم. مباراه الاهلي النهارده والبنك الاهلي كانت مباراه حلوه من حيث الاداء الهجومي من الفريقين. يعني البنك الاهلي بيهاجم كويس، الاهلي طبعا بيهاجم، فالمباراه كانت مفتوحه، فبالنسبه لنا دي مباراه ممتعه. شفتها ازاي؟ بص، هو الاهلي يعني مقدم مسلسل كده في الدوري مختلف عن المسلسل اللي بيقدمه في افريقيا. صح. ففي يعني في اهلين، اهلي الدوري غير اهلي افريقيا. اهلي الدوري الاهلي بقاله 4 ماتشات دلوقتي مش عارف يكسب، وغالبا ده رقم ما تكررش قبل كده للاهلي في الدوري، انه تقعد 4 مرات تقريبا من 2011 2012. يعني تقريبا من فتره بعيده. صح. يعني 4 مرات من فتره بعيده ما تكسبش، دي غريبه قوي. ده يعني ليه برهان كده بالنسبه لي انا قدامي، ان تجهيز المدير الفني للعيبه في الدوري مختلف عن تجهيزهم في افريقيا. صح. لان اللعيبه هي مظبوط، مفيش اختلافات كتيره جدا. النهارده النادي الاهلي كان تقريبا بيلعب من غير وسط ملعب. صح. تقريبا يعني. فعشان كده ده كان حمدي فتحي والسوليه وديانج مؤثر اكيد، وجود رامي في وسط الملعب وهو راجل مدافع اكتر يعني، فكان في حضن المدافعين اكتر. صح. فكان في فجوه كبيره قوي بين وقفشه اللي المفروض جنبه اصلا، ده هو لاعب وسط مهاجم. بالظبط. يعني ادوار الدفاعيه مش قويه. صحيح. فالدنيا بالنسبه للنادي الاهلي في وسط الملعب كان فيها ادت مساحات كبيره لنادي البنك الاهلي، عملت الشكل الهجومي اللي احنا شفناه لنادي البنك الاهلي مع التركيز الكبير قوي للمدافعين. فلا يعني كان ماتش حلو النهارده للناس المتفرجه، لكن النادي الاهلي لحد دلوقتي مش مدي لجمهوره الامان في موضوع الدوري خاصه. طيب، الاهلي كان عنده اكيد غيابات النهارده، غيابات مؤثره للاصابه. هل الغيابات دي تؤثر كل التأثير ده على النادي الأهلي في قوام كبير، في عدد كبير من اللاعبين المفروض تؤثر ولا ما تؤثرش؟ لا، أنا شايفها ما تؤثرش لأسباب. يعني الناس اللي هي كانت موجودة النهاردة هي ناس رجليها في الملعب، يعني مش ناس بعيدة بقالها فترة. يعني لو كنا قلنا مثلا ان لعب متولي النهارده كنا نقول لا ده بعيد بقاله فتره. صح. لو قلنا محمد محمود لعب النهارده فهنقول بعيد بقاله فتره. لكن لا، كل الناس رجليها في الملعب. وبعد كده بعد ماتش ليفربول امبارح يا كريم، ليفربول وساوثهامبتون 9 لعيبه متغيرين من ماتش تشيلسي، وما فيش تغيير لا بدني ولا فني ولا في طريقه اللعب خالص. صح. فده شغل مدير فني، ازاي اعد اللعيبه بتاعتي بدنيا وذهنيا وطبعا فنيا مع بدنيا. فدي مهمه المدير الفني، حتى لو انا لعيب بقاله كتير ما بيلعبش. احنا شفنا زي ما بقول لك موضوع ماتش ليفربول خاصه امبارح، نسف الموضوع ده خالص، ان احنا نقول ده الفرقه بقى لها في ناس غيابات كتير او في لعيبه. لا، انت نادي كبير ونادي بتلعب في افريقيا، والقايمه بتاعتك فيها لعيبه كتير، المفروض ان انت جايبها عشان خاطر اي غياب ما ياثرش عليك بطريقه سلبيه كبيره. صحيح. فلازم تبقى مجهز اللعيبه بتاعتك اللي انت شايفها اللعيبه البدلة بتوع اللعيبه الاساسيه، لازم تكون مجهزه بنفس الطريقه اللي مأسس بها اللعيبه الاساسيه. وفي نفس الوقت تبقى مختار اللعيبه البدلة بنفس المستوى بتاع اللعيبه الاساسيه، مش هنقول نفس المستوى الكبير لكن قريبين من بعض، بحيث ان لما تيجي تحتاج حد فيهم ما بقاش في جاب كبير جدا. صحيح. فما انا بالنسبه لي موضوع ان لعيبه كتيره غايبه او لعيبه، لا انا مش شايف كده. طيب،